اسفه، انا كل ما باجي اكحلها بعميها. طب بص انا هقول لك بس ما تقولش الايد. طيب انا عارفه انك مش طيب من الاخر كده. اصل انا واياد لقينا فلوس وديها. طب مبروك. ودول لقيتهم فين يعني؟ تحت البلاطه؟ مش هتصدق يا عمرو، وجيه ده كان عامل ايه؟ الفلوس اللي نصب على الناس بيها اخدها، راح اشترى بيها ذهب، الذهب ده حوله انتيكات، الانتيكات دي طلعها نحاس وبعد كده حطها عندي في البيت. طول الوقت الحاجات دي مرزوعه قدامي في البيت وانا مش واخده بالي دي ايه اصلا ومش فاهمه. فدلوقتي بقيت انا مضطره انا واياد نقعد نلفلف على اللي عاملين نفسهم اصحابي، اللي كل واحده فيهم كانت تيجي تعزيني تاخد انتيك عشان تعوض الخساره بتاعت وديه. بس انا مش فاهمه انا ازاي غبيه كده، ازاي انا ما جمعتش البني ادم اللي هو لا بيفهم في الفن ولا عمره اشترى طبلو ولا راح مزاد، عمره في حياته ما راح مزاد.